مشاهدينا متابعينا الاعزاء، ننطلق مع الشوط الرابع والشوط الثاني الخاص بالجعدان. اسير مع الانطلاق واسير مع مهدي صالح بن خميس الابطيني، يقدم مهدي على المركز الاول، بينما طلوع هنا على ثاني المراكز عبد الله بن النخار الغيلاني احد ابرز الاسماء المتواجد، بينما هناك التواجد من نجد اسعد بن حميد الجنيبي، يقدم نجد على المركز الثالث والمركز الرابع. هنا ايضا شاهين مشعل بن سعيد الابطيني يتقدم مع ثالث المراكز، ولكن مهدي مع البدايه مع الانطلاق مع الاندفاع، صالح بن خميس الابطيني مع الاندفاع الاول والانطلاق الاول، لا هدوء مع البدايه، لا هدوء ابدا هنا مع الاندفاع، هنا مع هذا الحضور. اعتقد بان سلاله مهدي العاصفه على البدايه وعلى الاندفاع، ولكن دير بالك يا ابن عكسين، واصلين الجماعه واصلين، طلوع واصل على المركز الثاني بن النخار. الله مهدي وطلوع الامتار الاخيره، طلوع مع المركز الاول، سلاله طلوع المملوك للشيخ احمد بن محمد ال مكتوم، سلاله راهيه على المركز الاول، تهانينا والناموس عبد الله بن النخار الغيلاني. خلاص لا تقول لي شيء، هذه لحظات الوصول. المركز الثاني مهدي صالح بن خميس البطيني، والمركز الثالث وصل فيه شاهين مشعل بن سعيد البطيني. توقيت الزمن 2:11. تهانينا والناموس عبد الله بن النخار الغيلاني على فوز طلوع بالمركز الاول.